هذه لا أريدها. اذهبي اذهب. ديليت ديليت ديليت. وهذا ديليت. سأحذف كل شيء متراكم. لا أعرف لماذا أحتفظ بكل هذه الملفات. سطح المكتب في حالة فوضى. اعمل بصمت يا عارف. احذف ما تشاء ولكن بصمت. أوه لا لا لا، لقد قمت بحذف ملف العمل وعلي أن أسلمه غدا. يا إلهي، أسبوعين من العمل. اهدأ يا عارف، يمكنك إيجاده في سلة المحذوفات يا أخي. لن ينفع ذلك، لن ينفع. لقد قمت بإفراغ سلة المحذوفات أيضا. لا تقلق، ستتم استعادة الملف بسهولة. ولكن كيف كيف؟ لم يعد بالإمكان ذلك. لقد أفرغت السلة، أفرغتها. هدئ من روعك يا عارف. حذف المعلومات من جهازك لا يعني بالضرورة أنها حذفت بشكل نهائي. يمكن استعادتها. أعطني جهازك. ها؟ خذ. ها. ذهبت الملفات. يا إلهي. أها، ها هي ملفاتك التي حذفتها. بدأت بالرجوع. ها؟ يا إلهي، لقد عادت الملفات. ولكن كيف يا برهان؟ كيف؟ ملفاتك لم تحذف من جهازك، إلا أنها لم تعد ظاهرة لك. عندما تقوم بتخزين ملف على قرص تخزين، فكل المعلومات تخزن بشكل مادي كسلسلة من العينات المغناطيسية وترتيبات من المكونات الكهربائية. هذه العينات هي الجزء المادي من الملفات. عندما تحذف الملفات لا يحصل أي تغيير فيزيائي للمعلومات، بل يقوم نظام التشغيل الخاص بكمبيوترك بنسيان مكان وجود المعلومات على قرص التخزين، على الرغم أن المعلومات بشكلها المادي لا زالت موجودة على القرص. ولاستعادتها لست بحاجة إلا إلى برنامج فايل ريكافري، الذي يقوم بإيجاد كل المعلومات التي تم حذفها بالسابق والتي ما زالت مادياً موجودة بمكانها. ها؟ إنها تعمل حقاً وكأنها لم تحذف. يا إلهي، مثل السحر يا رجل. برهان، هناك ملفات كثيرة قمت بحذفها منذ أكثر من عام. هل يمكنني الآن استعادتها أيضاً؟ أشك كثيراً في ذلك يا عارف، فالمعلومات المخزنة على القرص تبقى قابلة للاسترجاع طالما أنه لم يتم تخزين معلومات جديدة فوقها. فالتخزين فوق معلومات محذوفة سيمنع إمكانية استرجاع المعلومات بشكل نهائي. لابد أن استخدامك للحاسوب سبب بتخزين معلومات جديدة فوقها منذ ذلك الحين. ولكن هل هذا يعني أنني عندما أبيع جهازي فإن من يشتريه سيتمكن من استعادة معلوماتي؟ هناك برنامج كإريزر وبليتش بيت وسيكلينر تساعد على مسح المعلومات بشكل نهائي، كما أن هذه البرامج تتيح إمكانية مسح كل المساحة الفارغة على قرص التخزين لضمان إزالة كل الملفات التي حذفتها بالسابق بشكل نهائي. ها؟ بالطبع، إذا كان بالإمكان استرجاع المحذوفات فلن يكون من الصعب حذفها نهائيا. ولكن برهان، ماذا عن USB؟ بالنسبة إلى USB فالأمر أسوأ، وحتى أقراص SSD الجديدة، بحيث أن الكتابة فوق الملفات المحذوفة لمنع استرجاعها سوف يقلل من نسبة نجاح عملية استرجاع الملفات، لكنه ليس بنفس الفعالية كما على القرص الصلب، وذلك بسبب اختلاف التكنولوجيا المستخدمة فيها. لذلك ينصح باستخدام التشفير لأجهزة USB إذا أردت تخزين أي معلومات حساسة، حتى ولو كنت تخطط لحذف هذه المعلومات فيما بعد. يا إلهي، سيكون من الممتع حقا استعادة ما حذفته سابقا. سأتذكر أمورا كثيرة. عارف، دعك من ذلك. هذه البرامج تستخدم عند الضرورة وليس للتسلية. يا أخي، وكأنه يوجد شيء آخر أفعله الآن. حسنا، سأكمل في الطقطقة إذن.
ماذا؟ خلص خلص، افعل ما يحلو لك، لكن توقف عن الطقطقة أرجوك. Ha 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 ha